سواء من أول الوقت إلى مصير ظل الشيء مثليه. بعد هذا يكون وقت جواز بلا كراهة، يمتد وقت الجواز بلا كراهة عند حتى يحدث الاصفرار، وبعد الاصفرار وقت الجواز بكراهة في العصر، ثم بعد ذلك وقت الحرمة، أي يحرم تأخيرها إلى هذا الوقت، مش حرام تصلي يعني، لا، أي يحرم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت. ثم بعد ذلك تغرب الشمس فيدخل وقت المغرب بمجرد غروب الشمس، وتترك الشمس بعد غروبها الشفق الأحمر ثم شفق أبيض ثم السواد والظلمة. فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء على مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، والأحناف يقولون وقت العشاء عند غياب الشفق الأبيض، يعني بعدها بحوالي نص ساعة. يبقى كده عرفنا مواقيت الأربع فرائض. اليوم كنا وقفنا في الدرس السابق على قوله وآخره، أي وقت الظهر، إذا صار ظل كل شيء مثله بعد، أي غير ظل الزوال. يبقى آخر وقت الظهر أن يصير ظل الشيء مثله، يعني نفس طوله، غير، يعني مضاف إلى ظل الزوال. فيقول في الشرح قد ذكر جملة الوقت، وقد ذكروا لها ستة أوقات، يعني وقت الظهر قسموه، لأن وقت الظهر ده ممتد حوالي مثلا الوقت من 12 إلى ربع إلى 2 ونص، يعني حوالي ساعتين إلا ربع، 3 ساعات إلا ربع، مش كده برضو؟ 3 ساعات إلا ربع، يعني ممكن تصلي الظهر الأربع ركعات في أي وقت في 3 ساعات إلا ربع دول، المهم قبل ما العصر يبدأ، مش كده برضو؟ 3 ساعات إلا ربع دول، المساحة الزمنية دي قسموها إلى وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت كراهة وهكذا، قسموها إلى تقسيمات. فيقول لك إيه؟ وقد ذكروا لها 6 أوقات، وقت فضيلة، يعني وقت أفضل وقت لصلاة الظهر، وكذا هي كل الصلاة وأول الوقت، كل الصلوات لها وقت فضيلة واحد وهو أول وقتها. يبقى وقت فضيلة يعني أفضل الأوقات لأداء الصلاة، أي وقت، أي وقت لإيقاع الصلاة، أي وقت لإيقاع الصلاة فيه فضيلة زائدة بالنسبة لما بعده، وهو أول الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، يعني أول الوقت، وهو أول الوقت، بحيث يسع الاشتغال بأسبابها وما يطلب فيها ولأجلها ولو كمالا كما ضبطوه في المغرب. يعني وقت الفضيلة ده قد ايه؟ نص ساعة من اول ما يدن الظهر، ولا ساعة الا ربع، ولا تلت ساعة، ولا نص ساعة؟ يقول لك احسب الوقت اللي هو من اول ما يدخل وقت الظهر اللي يكفيك انك تقوم تتوضى وضوء كامل وتصلي السنة القبلية 4 ركعات، وبعدين تقيم لصلاة الظهر وتصلي 4 ركعات، ثم تصلي السنة البعدية 2 ركعات أو 4. الحبة دول خدوا منك وقت قد ايه؟ الشغلة دي كلها خدوا منك نص ساعة، يبقى ده وقت الفضيلة. ياخدوا منك ساعة الا ربع، يبقى ده وقت الفضيلة. يبقى وقت الفضيلة اللي هو يسعها بكمالها بمتعلقاتها، الاستعداد لها وسننها القبلية وسننها البعدية. المغرب ضبطوه ضيق، لان وقت المغرب مضيق، هيجي في وقت المغرب. لا، هو قال لك اصل التقدير ده هيبقى برضه هيبقى فيه مشكله. ليه؟ لان الوقت بين المغرب والعشاء مختلف فيه بين المذاهب، فهو كده ضبطها احسن. نشوف الصلاه دي ليها سنن قبليه قد ايه، والفريضه دي قد ايه، كم ركعه، وليها سنن بعديه قد ايه، والوضوء ليها قد ايه. الوقت اللي يستغرقه الحاجات دي كلها هو ده وقت الفضيله تقريبا. هي ممكن في الصلاه المعتاده اللي هي صلاه الانسان المعتاد اللي هو لا يطيل الصلاه، بتاخد لها حوالي مثلا نص ساعه، على اساس هيصلي 4 ركعات قبل الظهر، والظهر 4 ركعات، ويختم الصلاه، وبعدين بعد كده يقوم يصلي 4 ركعات سنه بعديه، يبقى تاخد لها حوالي من 1/3 ساعة لنصف ساعة المسألة كلها. يبقى ده وقت فضيلة الظهر.
واحد بيطول شوية ممكن ياخده معاه بدل نص ساعة ياخده ساعة، لكن ما زال في وقت الظهر، ما زال في وقت الظهر. ووقت اختيار بعد كده، وقت اختيار بعد وقت الفضيلة، وقت اختيار أي وقت يختار إتيان الصلاة فيه بالنسبة لما بعده، وهو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة، وإن دخل معه إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها على ما اعتمدوه في حواشي الخطيب، فيكون مساويا لوقت الجواز الآتي، وقيل إلى نصفه كما حكاه الخطيب عن القاضي وهو ضعيف. يبقى احنا قلنا وقت فضيلة زي ما شرحنا، وقت اختيار يبتدي من أول الوقت برضه ويستمر بعد ما ينتهي وقت الفضيلة إلى ما قبل أن ينتهي وقت الظهر بقدر يسع صلاة 4 ركعات كاملة اللي هي الفريضة بس. يبقى كده انتهى وقت الاختيار. فهمت المسألة؟ يبقى وقت الاختيار مشترك مع وقت الفضيلة في أوله ويطول عنه بقى لحد ما يوصل قبل أذان العصر بقدر 4 ركعات. العصر بيدنا مثلا 2:30، وهتصلي انت 4 ركعات في 10 دقايق، يبقى لحد 2:30. من اول الاذان ما يأذن لحد الساعة 2:30 يسموه وقت اختيار، لان تقدر انت من 2:30 ل2:30 تقدر تدرك 4 ركعات كاملة، بحيث اما تسلم بدون ما تبقى بتصلي بفزع، تقرأ فاتحة وسورة وتسبح براحتك وتقوم براحتك، تقرأ التشهد براحتك وتسلم، فهي دوب هيأذن. يبقى ده اسمه وقت اختيار. طالما خلصت الصلاة وخرجت منها وتستطيع أن تصلي 4 ركعات بعدها قدرها يعني. فهمت ازاي؟ ويشترك لي اسم تاني برضو يسموه وقت الجواز أيضا. يبقى وقت الاختيار هو نفسه وقت الجواز، هو نفسه وقت الجواز. يبقى وقت الجواز بلا كراهة مساويا لوقت الاختيار بالنسبة للظهر، لكن في العصر هيبعدوا عن بعض شوية. لكن في العصر في الظهر وقت الاختيار يزيد عن وقت الفضيلة ويشترك معه في أوله ويزيد عنه إلى أن تكون الوقت بعدها يكفي لصلاة قدر صلاة الظهر 4 ركعات، ويبقى المساحة الزمنية دي كلها اللي اسمها وقت اختيار تطابق أيضا وقت الجواز، أي يجوز أن تضع الصلاة في أي لحظة في هذه الأوقات، عشان الصلاة نفسها بيسموها واجب موسع، بيسموا الصلاة واجب موسع. ليه واجب موسع؟ لأنها يسعها وقتها يسعها وزيادة، يعني تقدر تصلي 4 ركعات وتصلي قدها 10-20 مرة لحد ما يدن الوقت اللي بعديه، يبقى وقتها واسع، وقتها يعني يسع الفريضة ويزيد عليها، بخلاف الصيام. الصيام واجب ايه؟ مضيق، ما تعرفش تصوم وتعمل حاجة في أثناء اليوم مثلها صيام زيه في نفس اليوم، ما ينفع، لأن الصيام واخد الوقت كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فينفعش. لكن وقت الظهر موسع، تقدر تصلي الظهر 4 ركعات وتصلي ظهر مما فاتك في نفس وقت الظهر، يعني يسع تعمل حاجة مثلها في نفس وقتها، يسموه واجب موسع. فالصلاة واجب موسع، لكونها واجب موسع يبقى وقتها أوسع منه، فاضطروا العلماء إن هم يقسموا وقتها إلى وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز. لحد دلوقتي وقفنا لحد وقت الجواز، يبقى عندنا وقت اللي باقي لنا يسع 4 ركعات كاملين ويؤذن للعصر. كويس، واقفين هنا. ووقت جواز بلا كراهة أي وقت يجوز إيقاع الصلاة فيه بلا كراهة، وهو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة وإن دخل معه ومع وقت الاختيار إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، زي ما قلنا. يبقى وقت الجواز يساوي وقت الاختيار بالضبط، هو في الظهر، لأنه بيختلف في بعض الصلوات الأخرى، فهتيجي في العصر هتلاقي بعده عن بعض فتميز، لكن في الظهر تطابق، في الظهر تطابق الاختيار مع وقت الجواز، وقت الاختيار مع وقت الجواز. تيجي في صلاة العصر هتلاقيهم بعدوا عن بعض عشان تتمايز. ف
فالثلاثة تدخل معا ويخرج وقت الفضيلة أولا، ويستمر وقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراهة إلى القدر المذكور اللي هو ما يسعه، فهما متحدان ابتداء وانتهاء، هما اللي هما إيه؟ وقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراهة، فهما متحدان ابتداء وانتهاء. هيتبقى لنا بقى الوقت اللي يقدر يصلي فيه 4 ركعات. هو العصر على 2:30، يبقى خلص صلاته 2:30. هو بدأ من بعد 2:30. لا هنيجي، ما هو ده لسه ما سميناهوش، هنسميه. احنا سمينا لحد 2:30، ناقصتنا ال10 دقايق دول بقى هنسميهم. وليس له يعني وليس للظهر وقت جواز بكراهه ووقت حرمه. نيجي بعد كده وقت حرمه اللي احنا هنقوله اهو، اي وقت يحرم التاخير اليه، مش يحرم الصلاه فيه. يعني وقت حرمه يعني يحرم ان تؤخر الصلاه لهذا الوقت، كويس؟ ده وقت حرمه. فالاضافه فيه لادنى ملابسه، يعني كلمه وقت حرمه اضاف الحرمه الى الوقت لادنى ملابسه، يعني لنوع من العلاقه، وليس هو تحريم الوقت نفسه ولا تحريم الصلاه، بل تحريم التاخير. فلادنى الملابسه دي فسماه وقت حرمه، ادي معنى اضافه لادنى ملابسه. والا فايقاع الصلاه فيه واجب مش حرام. ما تفتكرش وقت حرمه يعني ما صليش فيه، لا، ده ايقاع الصلاه واجب فيه، لكن حرام عليك انك تاخرها لهذا الوقت، فهمت؟ وهو اخر الوقت بحيث يبقى من الوقت ما لا يسعها وان وقعت اداء بان ادرك ركعه في الوقت، فهو اداء مع الاثم. يبقى لما الوقت الحرمة ده اللي هو لما يستطيع ان هو يصلي الصلاة اقل حاجة ولو ركعة قبل ما يدن العصر، يبقى يدخل وقت الحرمة بحيث ان هو بعد ما ينتهي وقت الكراهة، وقت الجواز بلا كراهة، الى وقت الحرمة، ويستمر الى ان يصل الى وقت لا يستطيع ان يدرك ركعة من الظهر قبل ان يؤذن العصر، كويس؟ يبقى من اول 2:30 لحد 2:30 الا دقيقه، اذا كان هو هيجيب الركعه في دقيقه، يبقى لانه علشان ايه؟ يقول الله اكبر، نويت صلاه الظهر الله اكبر ويقرا فاتحه، مش فيش وقت بقى يقول دعاء الاستفتاح ولا يعمل السنن بقى، ما هو عايز يدرك يلحق يقرا الفاتحه بس وما يقرا السوره، ويقول الله اكبر ويركع ويقول سمع الله لمن حمده ويسجد سجدتين وبعدين يروح مؤذن العصر. فهمت بقى المسألة؟ يبقى كده أدرك الظهر أداء، لأنه أدرك ركعة قبل أذان العصر، لكن صلاها في وقت الحرمة، أي يحرم تأخيرها إلى هذه اللحظة. يبقى أداء طبعا. أي مذهبنا كده، في مذهبنا كده. المالكية عندهم في نوع من الاشتراك بين وقت الظهر والعصر، فيه تفاصيل عند المالكية. أيوه سنة، هتيجي في السنة، والاستعاذة ودعاء الاستفتاح والتكرار التسبيح في الركوع وفي السجود، كل دي سنن. يبقى وإلا فإيقاع الصلاة فيه واجب، وهو وقت الحرمة ده بقى إيه؟ آخر الوقت اللي هي من 2:30، بحيث ويستمر بحيث يبقى من الوقت ما لا يسعها كاملة وإن وقعت أداء، ولو وقعت برضو أداء لأنه أدرك منها ركعة، بأن أدرك ركعة في الوقت، فهو أداء مع الإثم. أداء مع الإثم يعني مع الحرمة، يعني كأن صلاة وقعت أداء مش قضاء، لكن آثم للتأخير إنه أخرها إلى هذا الوقت. ونيجي بعد كده وقت ضرورة، وهو آخر الوقت إذا زال المانع، والباقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام بس فأكثر، فتجب هي وما قبلها إن جمعت معها، هي وما قبلها إن جمعت معها. ووقت عذر يبقى ده يسموه إيه؟ وقت ضرورة، اللي هو بقى خلاص فاضل يا دوب هقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ويدن العصر، ده وقت ضرورة بقى لابد، وهو الوقت
ما هو معناه هيصليها هيصليها مية في رقبته، بس احنا بنقسم اللي صلاها اول الوقت ده حذر الفضيلة، واللي صلاها في الوقت الاختيار يبقى لم يحفظ الفضيلة لكن لم يرتكب الكراهة، فهو في دائرة المباح. وبعد كده اللي هيصليها في وقت الضرورة يبقى ارتكب الإثم للتأخير، كويس؟ وقت الضرورة ارتكب إثم أشد لشدة التأخير ولم تقع أداء، وقعت قضاء. ليه؟ لأن تكبيرة الإحرام بس لم يدرك ركعة. عندنا طبعا، وعند معظم المذاهب الثانية التي لم تجعل وقت اشتراك بين الظهر والعصر كالحنابلة. احنا دلوقتي مش بصدد شرح جميع المذاهب، احنا دلوقتي شافعية مقلدين. ليه بقى؟ لان لما تيجي تدرس في مسجد غير قاعة محاضرات المتخصص، المسجد هتلخبط الناس لما تقول اربع مذاهب في الاخر يطلع يلاقي ما كله صح، يقوم يتعلم التسيب، وده خطأ شديد. مشايخنا قالوا لنا غلط، لما تيجي تعلم الناس تعلمهم مذهب واحد عشان ما تعلمهمش يفتكر ان كل حاجة قبل للمناقشة، يقوم يمشي متسيب. هي كل حاجة قبل المناقشة بس بالدليل، ودول مش أهل الدليل، فتروح ملخبطة، تقوم تحسس إن كل حاجة قبل المناقشة بس بلا دليل، يقوم يقع في الحرم. فهمت المسألة؟ فدي ممكن أنت بينك وبين نفسك تفتح كتب الأحناف وتشوف إيه مواقيت الصلاة فيه، لكن إحنا عايزين نفهم الأول مذهب واحد وندركه كويس ونتعبد الله عليه، واخد بالك؟ وبعد كده بقى يعني ايه نعرف بقية المذاهب في اثناء رحلتنا في الحياة مع الله، علشان نعذر غيرنا، مش عشان احنا نعمل كده، عشان نعذر غيري اقول والله ده في مذهب يجيز هذا، او ما انا ما ازعلش منه وما يبقاش مخي ضيق زي الجماعة اياهم عايزين يمشوا الناس كلهم على مذهب واحد ورأي واحد والا يبقوا التانيين ضلالين. لا غلط، انت ادراكك للمذاهب الاخرى بيديك سعة صدر مع باقي المسلمين، لكن مش معنى كده انك انت تكون متبع لكله، لا، انت في عبادتك ماشي على مذهب واحد، لان انت اصبحت بتتدين بفهم الامام الشافعي، بفهم الامام الشافعي فصرت مذهبك الامام الشافعي، كويس؟ لانه هو فهم النصوص بطريقة لها قواعد معينة انت ارتضتها، وارتضتها الامة وجعلته مذهب معتبر، كويس؟ حتى تصل الى درجة الاجتهاد. إذا وصلت إلى درجة مثل الإمام الشافعي بقى، أدركت كل القواعد ووصلت إلى الاجتهاد، لك أن تتعبد حيث وصل اجتهادك، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى ربنا أمرنا أننا نرده للذين يستنبطونه، فأهل الاستنباط اللي هم إيه منهم الإمام الشافعي. وإحنا الوقتي علشان ما نقدرش ندرس كل فرع من الفروع في جميع مذاهب المسلمين لا نستطيع، عمرنا لا يتحمل، فاحنا ايه تيسيرا على الناس وجزاهم الله عنا خير العلماء الاجلاء اهل الاجتهاد كالشافعي وغيرهم، ان هم يسروا لنا هذا الامر. قال لك انطلق في حياتك، انت طبيب عيش طبيب يلا، واعبد الله على كده، اعمل كده وكده وكده، ما دخلنيش في اختيارات كتير عشان ما ضيعش عمري، او ما اقدر استثمر عمري. ده مهندس يشتغل في الهندسه ويبقى مسلم حلو، ويبقى ده تاجر يشتغل في تجارته مسلم حلو، والا لو كلفت كل واحد يقعد يصل لدرجه الاجتهاد عشان يتعبد الله يبقى الحياه تقف، يبقى مش هتلاقي سباك ولا صنايعي ولا مهندس ولا دكتور ولا زارع، لانه كله قاعد بيدرس الادله عايز يعبد ربه، ولكن ربك سبحانه وتعالى يسر الامور. فلولا نفر من كل طائفه منكم، في كل فرقه منكم طائف، يبقى كفايه طائف. فعلشان كده احنا ايه خلينا ايه في الامر هنا. طبعا بلا عذر، بلا عذر من الكبائر، يعني لما يضيع الصلاة إلى أن يؤذن الأذان الآخر بغير عذر شرعي اختلف في كفره وعدمه، مش ترك الصلاة أصلا. يعني كثير من الصحابة كان مذهبهم من ترك الصلاة بغير عذر شرعي حتى يؤذن الوقت الذي يليها كافر. شوف قد ايه كثير من الصحابه، ومنهم مذهب سيدنا عمر بن الخطاب كان يرى ذلك. لكن العلماء بعد كده لما ابتدوا يأصلوا الامور وقعدوا كده بينهم وبين نفسهم ونظروا للقواعد العامه كلها، وجدوا قالوا ان احنا يجب ان نفرق بين من ضيع الصلاه تكاسلا مقرا بوجوبها
وبين من ترك الصلاة مستحلا تركها رافضا وجوبها. لازم نميز بين النوعين دول. فالاحاديث اللي وردت في التكفير يبقى وردت في اللي ايه في اللي في الذي لم يقر بوجوبه، والتي وردت في التفسيق يبقى في اللي اقر بوجوبه وايه وكسل. اتفضل. بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن ترك الصلاه فقد كفر. وقد هنا للتحقيق والحق بان ترك الصلاه فقد كفر من الاسلام. ما هو ده اللي احنا بنقوله يا استاذ الشيخ. يعني احنا بنقول ان الترك قد يكون جحود وانكار وقد يكون تكاسل، فلا بد ان يكون هناك فرق. في بعض المذاهب لم تميز، قال لك مجرد طالما تركها كافر خلاص، كالحنابلة رأيهم كده. الشافعية رأيهم لا يجب ان نميز بين من تركها جاحدا ومنكرا وبين من تركها متكاسلا. يبقى هي معناها لما يبقى معصية اختلف في تكفيره من عدمه، تبقى أقل ما يقال فيها إيه؟ إنها من أكبر الكبائر، لأن أكبر الكبائر الشرك بالله، مش كده برضو؟ يعني الكفر. يبقى ترك الصلاة ده من أكبر الكبائر، يشبه أكبر الكبائر. ليه؟ لأنه اختلف في كفره، يمكن أشد من الزاني وأشد من شارب الخمر. يعني شوف، لو واحد بيشرب خمرة وبيصلي الصلاة لوقتها، واحد تاني لا يشرب الخمر ولا يدخلها بيته أبدا ولكن يترك الصلوات، عند الله شارب الخمر المصلي أخف حالا من تارك الصلاة عند الله. لكن عند الناس لا، يقولك ده راجل كافي خير وشر، احنا مالنا يا عم صلاته لنفسه، لكن ده راجل عربيد. انا ببين لك قد ايه ان الصلاة مهمة، عماد الدين، من تركها فقد، من هدمها فقد هدم الدين. ايوه اتفضل. بالنسبه للحكم ترك الصلاه، الحكم الذي يؤخر الصلاه لغير الشرع، ما احنا بنقول اهو اذا اخرها الى وقت الحرمه واتصلاها اداء يبقى ياثم وتقع اداء. ما هو عشان كده احنا مقسمين اوقات الصلاه الى فضيله، وقت اختيار، ووقت كراهه، ووقت حرمه، ووقت ضروره. قسمناها عشان كده. ايوه ده الكلام ده لما يبقى بغير عذر، لكن هو اخف حالا ممن لا يصليها خالص بقى. يعني اللي هيصلي الظهر قبل العصر بدقيقه احسن من اللي هيصلي الظهر بعد العصر ميدا، مش كده برضه؟ والاثنين احسن من اللي مش هيصليه خالص الا بالليل لما يروح بالليل، والثلاثه احسن حالا من اللي هيصليهم الصبح لما يصحى من النوم الصبح، والاربعه احسن حالا من اللي هيتركهم اسبوع وبعدين يقضي صلوات الاسبوع، والخمسة اخف حالا من اللي تركها خالص بقى وبيع القضية، مش كده برضو؟ تكاسلا. والستة اخف حالا من اللي تركها جحودا وانكارا، لان السادس ده كافر. وضحت الحكاية؟ سهلة. بس فهي الحكاية يعني المعاصي نفسها درجات، فنسأل الله السلامة. ايوه إن كان تركها جحودا وسألته وقلت له لما تركت الصلاة، فقال لك: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنا لا أفعل الفحشاء ولا المنكر، فالصلاة لا ضرورة بالنسبة لي فيها. فكهنا كأنه أنكرها، لو تقول له إن هذا القول يؤدي إلى الكفر، احذر وتعلمه وتاخد بإيده وتدعي له، لكن ما تقولوش يا كافر، لأنه ده مش فاهم، ده جاهل لسه. إنما لازم الأول تعرفه إن هذا القول يؤدي إلى الكفر، فإذا عرف إن هذا القول يؤدي إلى الكفر واستمر يبقى كافر خلاص. والقضية مش قضيتنا إننا نقعد نقسم الناس، أنت بتتعلم الفقه علشان تصل إلى ربك كويس، مش علشان تشتغل قاضي على الناس. تعلم الأدب أولا مع نفسك ومع الله، والتماس العذر للآخرين كويس. لكن احنا مش هنعالج نفسنا قضاة، نطلع من الدرس هنا نقعد نصنف الناس في الشوارع وفي البيوت والجيران، مش هينفع كده، مش هتنفع الطريقة دي. ولو كنت هتعلم الفقه عشان كده، روح اتعلم احسن السباكة احسن، تكسب احسن، لان كده هتعلم الفقه اللي يوديك النار، مش هتعلم الفقه اللي يوديك الجنة.
فاشتغل سباك احسن، اشتغل ميكانيك احسن، اشتغل اي شغلانه تانية، افتح مقلب، بيع عيش، اي حاجه احسن من انك انت تتعلم الفقه بهذا الاسلوب، انك انت تقعد تبص للناس كانك انت عينك الله قاضي عليهم. لا، مش المساله كده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الظواهر ويقول له هل شققت عن قلبي؟ قالها متعوذا يا رسول، يقول له هل شققت عن قلبي؟ أمرت أن أخذ بالظاهر، وحسن الظن بالمسلمين ده واجب، سوء الظن حاجة وحشة. ولا تنقب، لما تلاقي واحد إدن الظهر وما قامش يصلي ما تقولش ده كافر في ذهنك، قول لعله معذور. الإمام مالك بن أنس قعد 12 سنة ما يصليش في الجامع جماعة، 12 سنة الإمام مالك صاحب المذهب وهو قاعد في مسجد النبي يأذن الأذان كل الناس تقف في الصفوف وهو ما يصليش، إيه رأيه بقى؟ فسألوه لما لا تصلي يا إمام؟ قال ليس كل عذري يقال. افرض عنده انفلات ريح، عنده سلس بول، مش عايز يقول للناس، ما يعرفش يحافظ على وضوءه، فبيضطر يروح بيته ثوبه بقى متنجس، فلت منه نقطة بول وهو رايح الدرس الصبح، فأصبح ثوبه متنجس، فأذن الأذان وهو بيدي الدرس ما قامش يصلي. لازم يعني خلاص ادم ما امشي الشيخ يصلي يبقى كافر؟ فهمت المسألة بقى؟ يبقى تحسن الظن بالناس، تحسن الظن بالناس. ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة، التمس له عذر، لعله مش محافظ على وضوء، ما يعرفش يتوضى بره، عنده أي حاجة. تقول لي ما يتوضاش في الميضة؟ ما يمكن عنده مرض جلدي، لو شمر كده الناس هتشوفه تقرف منه، مش محتمل؟ فإن لم تجد له عذر قل لعله معذور وأنا لا أدري. سهلة، سهلة الحكاية. عارف مين أقل الناس؟ عارف مين أقل الناس؟ المتكلم اللي هو أنا يعني. لازم تعتبر نفسك أقل الناس، لأن ربنا قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فتزكية النفس مش من الديانة، من قلة الديانة تزكية النفس. الديانة، شوف سيدنا عمر بيقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر، أدي الكلام. سيدنا عمر يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل أهل الموقف في الجنة إلا واحد لظننت أنه عمر. يبقى حاسس نفسه أنه قال للناس أهو. فهمت المسألة بقى؟ يبقى مين قال للناس؟ المتكلم اللي هو أنت، مش أنت المتكلم وأنا برضه. يبقى أنت في نظرك أنك أقل الناس، ليه؟ لأنك تعلم خسيسة نفسك ولا تعلم دخيلة غيرك. إحنا شفنا من الأولياء مدخنين وحليق لح، ولي 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 رسمي، يعني تاج الولاية على راسه، دعاء مستجاب مفيش بعد كده، يرى الرسول يقظ. إيه رأيك بقى؟ شفناه ليه؟ لأن عنده في قلبه حاجة تانية تجبر نقصه الظاهر اللي أنت شايفه، التدخين وحلاقة اللحية. عنده محبة زائدة للرسول، عنده شفقة على المسلمين، عنده بر بوالديه، عنده أي حاجة أنت مش شايفها في قلبه، عنده تواضع، عنده رضا بما أقام الله فيه، ما عندوش حرص على حاجة ولا طمع ولا حسد. الحاجات دي كلها اطلعت عليها في قلبه، دي تخليه ترفعه فوق رؤوس الأشهاد. انت مش شايف بس الا ان السيجاره في ايده ومش حالق دقن، وحالق دقن تبقى خيبان، لان انت مش شايف ما بينه وبين ربه. فهمت بقى المساله؟ وعلشان كده انت تعتبر ان كلام الفقه ده موجه ليك انت عشان توصل لربك، مش موجه ليك انت عشان تحكم بين العباد. يبقى احنا بنتعلم علشان احنا نفر بانفسنا، ولما نيجي نعلم الناس نعلمهم بكمال الشفقه وبكمال الرحمه ومع التماس الاعذار لهم وفتح ابواب الرحمه ليهم. الحكايه واضحه، اقرا سيره النبي تفهم، اعرف احوال النبي مع الناس ازاي، وانت تفهم الدين شكله ايه في السلوك والنظره العامه للامور. لكن حكايه الصلف والكبرياء وكل الناس جهله وانا بس اللي فاهم، وكل الناس مشركه وانا بس الموحد، وكل الناس تاركه للصلاه وانا بس اللي محافظ، الطريقه دي طريقه غريبه الشكل، لا يعرفها الاسلام ولا المسلمين. ووقت عذر، في حاجة اسمها وقت عذر بقى، أي وقت سببه العذر، وهو وقت العصر.
لمن يجمع جمع تأخير في عذر السفر، تقوم تصلي الظهر بعد ما العصر يدي للجمع التأخير، سموه وقت عذر مش كده برضو؟ يبقى تصلي الظهر جمع تأخير في وقت العصر بالرغم ان وقتها خلص، لكن انت غير آثم. ليه؟ لانك عندك العذر الشرعي المناسب اللي جعلك تستطيع انك انت تترك الوقت يفر من بين يديك ولا تصليها، انت معذور بعذر شرعي عذرك الله فيه. ايوه هتيجي بقى في ابواب جمع التاخير والتاخير. وزاد بعضهم قال لك في حاجه اسمها وقت ادراك، وهو الوقت الذي طرأت الموانع بعده بحيث يكون مضى من الوقت ما يسع الصلاه وطهرها فتجب عليه حينئذ، يعني وقت ادراك، يعني اذن اذان الظهر كويس، وبعدين فات بعد الاذان وقت يسع انه يقوم يتوضا ويصلي 4 ركعات، وبعدين هو راح ترك الوقت ده وبعدين دخل في غيبوبه، نقلوا له العنايه المركزه، فاق بعد اسبوع نقول له عيد الظهر لانه كان يستطيع انه يدركه كويس. ها يعني جاء المانع بعد وقت الادراك، جاءه مانع بعد وقت الادراك، يبقى عليه القضاء. لا الظهر بس ده، لان اللي في غيبوبه مرفوع عنه التكليف لحد ما يرد عقله، بخلاف النائم، النائم التكليف مرفوع وقت نومه، فاذا استيقظ يصلي ما فاته. والفرق بين النائم واللي في غيبوبه ان النائم اذا نبه انتبه، واللي في غيبوبه اذا نبه لا ينتبه. فيبقى اللي بيخش في غيبوبه وعنايه مركزه ويقعد له اسبوع في العنايه المركزه مش دريان بالدنيا بسبب حادثه في دماغه او اي حاجه من دي، وقعد له اسبوع وبعدين استرد وعيه، ما يقضيش الصلوات بتاعه الاسبوع ده. لكن لو كان قبل الحادثه اللي حصلت له دي كان وقت من الفرائض اذن وفات وقت يسع انه يصليه فاجلها فحدثت الحادثه، يبقى هذا الوقت عليه انه يقضيه بس الوقت ده بس. واضح؟ لانه كان اتسع منه وقت ادراك، ادرك منه جزء. واضح؟ انما حصلت الحادثه مع الاذان ودخل في الغيبوبه ولا حاجه. فهمت بقى المساله؟ وزاد بعضهم ايضا وقت القضاء فيما اذا احرم بالصلاه في الوقت ثم افسدها فانها تصير قضاء على ما نص عليه القاضي حسين في تعليقه والمتولي في التتمه والرويان في البحر، ولكن هذا راي ضعيف، والمعتمد انها اداء حيث كانت في الوقت. يعني ايه؟ يعني انا صليت الظهر في وقت الظهر، وبعدين وانا بصلي الظهر انكشفت عورتي، جاء ريح كده هوا طير الثوب بتاعي وانا تكسلت في ستر العورة فبطلت الصلاة، او خرج مني ريح فانتقد وضوئي ففسدت الصلاة، فاروح اقوم اتوضى تاني وابتدي اصلي الصلاة تاني. الصلاة اللي بصليها تاني دي قضاء ولا اداء؟ فهمت ازاي؟ الراجح انها اداء مش قضاء، لان الاولانية فسدت اصلا فلا اعتبار له، الاولانيه فسدت اصلا فلا اعتبار بها، ويبقى هي صلاه الظهر هي الاداء، دي هي الثانيه، الاولانيه دي ولا حاجه. فهمت؟ هدمت. وعشان كده قال لك ده راي ضعيف اللي ذكره الروياني في البحر وغيره. بعد بيقول ايه؟ اي حال كونه بعد وقوعه، اي غير، فمعنى بعد يعني بعد ظل الزوال، بيقول لك ظل ازاي مثله بعد ظل الزوال، فمعنى بعد اي غير، يعني معنى غير ظل الزوال، يبقى بعد هنا بمعنى غير. وقوله ظل الزوال اي الظل الموجود وقت الزوال ان كان كما هو الغالب، فالاضافه لادنى ملابسه، والا فالزوال لا ظل له، بل الظل للشيء عنده لا له. يعني الزوال نفسه ده وقت، والوقت ملوش ظل كده برضه. ايه دي كلام دقه في اللغه يعني، تقول انت ظل الزوال، هو الزوال ده ظل ده وقت ولا ظل؟ الظل ده
حاجة للأجسام، والوقت ده عرض مش من الأجسام، فإزاي تقول لي ظل الزوال؟ يعني ظل العرض مش الوقت ده عرض، مش كده برضو؟ والعرض لا ظل له، فإزاي تقول لي وقت الزوال؟ أي وقت ظل الزوال، يعني فيه هنا حاجة محذوفة، وقت الجسم الذي له ظل عند الزوال. فهنا الإضافة هنا لأدنى ملابسة، لأدنى ملابسة. فهمت الكلام؟ ده كلام في اللغة يعني، ريح. بل الظل للشيء لا عنده، للشيء عنده لا له، يعني للشيء عند الزوال لا للزوال نفسه. يبقى لغة العرب مبنية على الحذف على اعتبار ان الناس فاهمة. فهمت ازاي؟ وعشان كده لما تيجي تقول انا حبح لسيدنا الحسين، الناس يقول لك ايه؟ شوف المشرك ده بيحلف بقى لله. يا ابني ما انت مش فاهم، لغة العرب مبنية على الحذف. يعني حبح ذبيحة بسم الله الله اكبر، مش هقول باسم الحسين، هقول بسم الله الله اكبر، واتصدق بها واجعل ثوابها لسيدنا الحسين. فانا اختصرت القصه دي كلها فاقول حدبح لسيدنا الحسين، زي هتقول حدبح حاجه على روح جدي، او حدبح لك لابويا، حدبح لابويا عجل، يعني ايه؟ وابوك ده مات مثلا، يعني ايه؟ يعني هتوزع العجل ده على الفقراء وتهب ثواب هذا لابيك. يبقى مبنيه على الحذف. فهمت ازاي؟ فما جيش بقى واحد يقول ايه حدبح لسيدنا الحسين، اقول له تعالى مشرك بالصوره الاولانيه اياها، اللي هو انا معين نفسي قاضي بقى. لا، أنا هنا ألتمس له عذر وأعتبر أن هناك حذف مضاف مقدر عقلا لقرينة الحال. قرينة الحال أنه مسلم، والمسلم يستحيل أن يكون بيعبد غير الله، فطالما مسلم وما بيعبدش إلا الله، فلما يقول حدبح لفلان يعني حدبح لأجل فلان، إن كان هذا الفلان حي يعني حياكلها، وإن كان ميت يبقى ثوابها لي، أفهمها على طول وهي طايرة كده. اما اجي اقول حدبح عجل لفلان، اسال فلان ده عايش ولا ميت؟ يقول لك عايش، افهم على طول انه هيعزمه عنده ياكل، مش كده برضه؟ حتى يقول لك حدبح لك جوزين حمام، في اغنيه كده مصريه يقول لك كده، هو نن نام حدبح لك جوزين حمام. يبقى مشركه جدتك دي اللي كانت بتقعد تقول لك كده مشركه، يعني حدبح لك جوزين حمام تاكلهم، واضحه. وهي لما هتتبعهم هتقول بسم الله الله اكبر، مش كده برضو؟ ليه انا عرفت كده وقدرت هذا؟ لانها مسلم، لانها طول النهار قاعده تقول قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بتقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، مش كافره هي. يبقى اذا كان عايش يبقى هياكلهم، واذا كان ميت يبقى معناها هتتصدق بيهم وثوابهم لفلان، بس مفهومه كده. يبقى اما حدبح للسيد البدوي يعني حدبح، والسيد البدوي ميت ولا عايش؟ بيقولوا ميت، مش كده؟ مات من قرون يعني، وان كان حي في قبره. طيب مات من قرون، طيب يعني ايه تذبح الميت يعني؟ يقول لك يا اخي يا جاهل، يعني هتصدق بيها واجعل ثوابها لي يا اخي. هو انت جاهل مش فاهم حاجه؟ تسال الراجل الغلبان اللي هو ما دخلش مدرسه، تيجي تقول له هو السيد البدوي بتعبد له؟ بتعبده يا مجرم؟ بتذبح له؟ يقول لك ايه ده؟ ايه ده؟ وانا قلت كده؟ ده انت جاهل صحيح، وتبقى انت عمة بقى، يقول لك ده انت جاهل صحيح، ده ان انا قصدي ان انا اتصدق وثوابه يروح للسيد البدوي، بس الحكايه سهله. بس الناس بتقول يعني حصل عنده حاجه، ده اسمه نذر بقى. ينذر للسيد، لا ينذر ان يذبح ويهد الثواب للسيد البدوي، ده نذر جائز وان كان مكروه. ليه بقى؟ انا هقول لك حاجه، انا دكتور جراح، مهنتي كده ربنا اقامني فيه. في عينة جات لي من السودان عندها ورم في الغدة الكظرية من 3 سنوات، محامية سودانية بعتها لي اتحاد المحامين العرب على عيادتها، فرحت عملت لها العملية، كانوا قالوا لها في السودان دي خطر وبتاع، ربنا وفقنا عملنا لها وخفت. فقالت أنا كنت نادرة إن اللي هيعمل لي العملية وخف هذبح له عجل. فهمت إزاي؟ سهلة يعني، هتذبح لنا عجل. قلت لها طب انت العجل بتاعك ده فين؟ قالت لي في السودان. قلت لها طب انا هحطه منين؟ انت اذبحيه بقى في السودان ووزعيه على فقراء السودان وقولي ثوابه للدكتور يوسف. ايه المشكله يعني؟ لان كنت انا سبب في شفائها، فهي ارادت تهديني هديه، مش كده برضو؟ ده حلال ولا حرام ان واحد يكون سبب في علاجك او في قضاء حاجتك فتعمل له هديه؟ حلال ولا حرام؟
حلال. طيب انا بقى الوقت كان عندي حاجه معلقه في حياتي، مشكله كبيره، فرحت صليت في مسجد السيد البدوي وقلت يا رب بحق المكان الطاهر ده، يا رب اقضي حاجتي، ويا رب لو قضيت لي حاجتي والله لا اذبح للسيد البدوي عيب، ايه المشكله يعني؟ فقام ربنا استجاب منك، رحت بيتك لقيت الايه الحكايه اتقضت. يبقى معناها ايه؟ معناها انك انت بتقدم هديه لمن اجرى الله النفع على يديه لك ثواب، لكن انت ما بتعبدوش اصلا. ادي معنى المفهوم اللي عند المسلمين على مدى قرون في الذبح للاولياء، ولم يذبحوا من اجل عبادتهم ابدا. جت الوهابيه طلعت كل المسلمين مشركين على مر العصور، حتى ابائهم واجدادهم كانوا مشركين على مر العصور لانهم ذبحوا للاولياء، وفي حين ان جدتي وجدتك وجدي وجدك عمرهم ما فكروا ابدا ان دول خلقوهم او رزقوهم او يضروا وينفعوا بذاتهم، عمرهم كانوا مشايخ كبار حافظين القران. يعني انا كان ليا جد حافظ القران وكان شيخ كبير، وكان كل مولد للسيد البدوي يتبع عيد ويوزعه يقول لك على ضيوف السيد البدوي، لان السيد البدوي في المولد بيجي له ايه ناس كتير من بلاد كتير، فيروح جايب عجل يروح دبحه هناك ويطبخه عشان ياكل ضيوف السيد البدوي محبه في السيد البدوي. وكان راجل بعمه وحافظ القران، وعمر ما كان تصور ابدا ان السيد البدوي ده يعني بيضر وينفع بذاته، محبه، لان ده راجل ولي صالح فبيحبه لله لولايته، فالمحبه هنا لله. الحكايه كلها سهله. يبقى في حاجه اسمها تقدير. افهم هنا ما يقول لك ظله الزوال، تقوم تقول الزوال ده وقت، والوقت ده عرض، والعرض مالوش ظل، يبقى مقدر ظل الشيء عند الزوال. يبقى شوف لغه العرب مبنيه على التقدير ازاي. يبقى لما يجي واحد يقول حدبح لفلان يبقى قدرها. تسال الجدع ده اخباره ايه؟ يقول لك ده بوذي، ده بيعبد بوذا، تقوم تقول اه ده مشرك، ده بيذبح لغير الله، لان في قرينه تقطع انه بيذبح لغير الله. تقوم تسال تاني الراجل اللي بيذبح ده للوالي ده ايه؟ يقول لك مسلم، يبقى عندي قرينه، افهم على طول ان في مقدر، مقدر عشان يوافق اسلامه ويوافق عقيدته، لان الكلام اللي يخرج من فم مسلم لو خرج نفس الكلام ده من فم واحد غير مسلم هفهمه بطريقه تانيه تليق بيه. افهم، ما هي الحكايه كده. امال انت المصريين يقول لك بيفهمها وهي طايره ليه؟ لانه بيشوف الكلام ده طالع من اي بني ادم، وكل بني ادم يقيس معنى كلامه عليه. ادي معنى بيفهمه وهي طايره. لكن التانيين ما بيفهموهاش لو هي طايره ولو هي مش طايره. ما بيفهموش اصلا. لا لغه ولا دين ولا حسن ظن بالناس. خدت بالك؟ وانت عارفه. يبقى لما بتدرس في الفقه في الكتب دي بتفهم يعني ايه التقدير، ويعني ايه ان في كلام زي يقول لك ايه اعتق عبدي عني عبدك عني بألف. ده مثال كده بيكتبوه في كتب الفقه، اكيد قروا اللي درسوا في الازهر. اعتق عبدك عني بألف يعني ايه؟ اعتق، شوف الجمله ماشيه ازاي. المثال ده قالوه الفقهاء زمان لان كان في حاجه اسمها عبيد وسوق رقيق وبيشتري، وكان في حاجه اسمها فك رقاب، اللي كان اللي ياتي زوجته مثلا في رمضان عليه مثلا ايه كفاره عظمى، او مثلا الزهار يعتق رقبه، او قتل الخطا يعتق رقبه، يعني في حاجه اسمها عتق رقبه. يعني كان في سوق عبيد يروح يشتري عبده ويعتقه لوجه الله علشان دي عباده، لانه وقع في امر يا اما مطلق صدقه لله زي ما كان في سيدنا ابو بكر الصديق بيعمل، كان يشتري العبيد كده ويعتقه لوجه الله بلا ضروره، واحيانا لضروره وقع في يمين زهار، وقع في قتل خطا او شيء من هذا. فيقوم انا ما عنديش عبد وقتلت واحد سطيته بالعربية خطأ، فرحت دفعت الأهل الدية، والمفروض إن أنا أصوم شهرين متتابعين أو أعتق رقبة، مش كده برضه؟ هي القضية كده، الدين قال لي كده. أو ما أنا ما عنديش عبد، لكن صديقي ده عنده عبد لأنه في بلاد فيها رق، وقاعد في بلاد فيها رق، أقوم أنا أتصل بيه أقول له أعتق عبدك عني بألف، يعني اشتريت عبدك بألف وصار ملكي ووكلتك في العتق. شفت انا فهمت كلك، بقت عقد بيع وعقد عتق بلفظ واحد، عقد بيع وعقد عتق، يعني اعتق عبدك عني بألف، اي بعني عبدك بألف فاذا تملكته فقد وكلتك بعتقه عني بالنيابة عني. فبقى عقد بيع وعقد وكالة وعقد عتق، ثلاث عقود بلفظ واحد مقدر.
كلها مقدرة. فهمت بقى المسألة؟ التقدير بقت عقد بيع وعقد عتق وعقد وكالة، وكلته بأنه يعتق عني، كلها بإيه؟ بلفظ واحد، أعتق عبدك عني بألف. زي برضو أقول حدبح للسيد البدوي، فهمت إزاي؟ برضو مقدرة، يعني حدبح بسم الله الله أكبر، مش هقول بسم السيد الأكبر، عمري هقول السيد البدوي أكبر؟ في واحد بذمتك ذبح على مر العصور قال باسم الولي؟ بيقول بسم الله الله أكبر ويذبح زي بقية خلق الله، يبقى هو بيذبح على اسم الله. وبعد كده ليه لفلان؟ يعني ايه اللي هياكلها فلان لو حي والتاني لو كان ميت ثوابها ليه؟ بس الحكايه سهله. والصدقه يصل ثوابها للميت ولا لا يصل؟ يصل بالاجماع. خلاص سهله، تبقى سهله الامور، ونبطل ايه حكايه سوء الظن بالناس. والظل لغه الستر، والظل لغه الستر، وظل الليل سواده لأنه يستر كل شيء، وظل الشمس ما يظهر للأشياء عند شخوصها سواء كان قبل الزوال أو بعده، والفيء مختص بما بعد الزوال، الفيء لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب. فاء يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني ذهب إلى جانب آخر، يعني رجع إلى جانب آخر، فسمينا فيء ليه؟ لأنه بعد ما كان إلى جهة الغرب اتحول لجهة الشرق، ففاء إلى جهة الشرق فسموه فيء. وقال بعضهم الظل من الطلوع إلى الزوال، والفيء من الزوال إلى الغروب. ومن ثم قيل الشمس تنسخ الظل والفيء ينسخ الشمس، يعني الشمس كلما طلعت كلما قصر الظل، يبقى الشمس تنسخ الظل، وبعدين الشمس كلما غربت كلما طال الفيء، والفيء ينسخ الشمس، كلما طال الفيء كلما قربت الشمس على الغروب على الانتهاء. فهمت بقى أن كلام المشايخ؟ تقول أي قولوا أي قولا موافقا للغة. والظل لغة الستر، تقول أنا في ظل فلان أي في ستره، وليس الظل عدم الشمس كما قد يتوهم. تقول أي قولا موافقا للغة، فهو استدلال على المعنى اللغوي. وقول أنا في ظل فلان أي كالسلطان مثلا، وقول أي ستره تفسير لظله، وليس الظل عدم الشمس كما قد يتوهم. يعني مش معنى الظل ان لازم تبقى الشمس يعني عدم، يعني الظل مش عدم. ما احنا قايلين دور اللي فات يوم الجمعة لما اتكلمنا على الممكن، واتكلمنا على الواجب وعلى المستحيل، وقلنا ان من امثلة المستحيل العقلي اجتماع النقيضين، وقلنا ان النقيض النقيضين هو امر وجودي والاخر عدمي، لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضين مثال للمستحيل العقلي. ده المستحيل. المستحيل ما لا، لا المستحيل هو ما لا يقبل الا الانتفاء، كويس، ما لا يقبل الا الانتفاء ده اسمه المستحيل. مثال المستحيل العقلي ايه؟ انك انت تقول النقيضين مجتمعين، ايوه، يعني موجود وغير موجود في آن واحد في بقعة واحدة، ده اسمه مستحيل عقلي. فهمت ازاي؟ يعني لا يثبت ابدا. فالنقيضين ايه؟ هو النقيضين امر وجودي والاخر عدمي، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لازم واحد فيهم بس موجود، لكن لا يتصور العقل اجتماعهم مع بعض او ارتفاعهم تماما غير موجودين خالص، لا، يا موجود يا غير موجود. يبقى ده معناه ايه؟ يبقى في حاجة اسمها وجود وعدم، وجودي وعدمي. فما تقولش الظل هو عدم الشمس، لأن الظل أمر وجودي مش أمر عدمي، لأنه قد يوجد الظل بغير شمس زي في الجنة، مش كده برضو؟ أيوه. وحيجيب لك هنا أصل الحكاية إيه؟ الظل ده شيء موجود، ولكنه الموجود ثلاث أنواع، جسم أو جوهر أو عرض، يعني كل الموجودات اللي هي الأكوان، كل ما سوى الله، كل ما سوى الله، مش الله سبحانه وتعالى خلق الأكوان بقى الله
وموجودة معه الأكوان، كان الله ولم يكن شيئا معه، فخلق الأكوان بأنواعها الكثيرة التي لا تنتهي ولا تحصر. لكن الأنواع الكثير دي كلها إذا قسمتها من حيث طبيعتها تجدها ثلاث أنواع بس، يا إما جسم يا جوهر يا عرض. الجسم هو المركب من أجزاء ويفتقر لأجزائه ولمكان يحل فيه، ده الجسم. والجوهر هو الجزء الصغير الذي لا يتكون إلا من جزء واحد، كتلة واحدة، أصغر حاجة في الكتلة يسموها الجوهر، وهي لا تفتقر لأجزاء لأنها غير متباعدة، وبعدين تفتقر للمكان تحل فيه كده كويس. بعد كده يتبقى العرض، وهو له جسم ولا جوهر لكنه محتاج لمكان يظهر فيه، ده الجوهر، ده العرض. العرض محتاج لمكان يظهر فيه، زي الوقت. الوقت ده ايه؟ الوقت ده عرض محتاج، عبارة عن ايه؟ عبارة عن حركة الكواكب. حركة الكواكب عملت حاجة اسمها الوقت، لولا حركة الكواكب ما بقاش في وقت. فهي نسبة، نسبة حركة الكواكب عملت لك ليل ونهار وساعة ودقيقة. توقفت الكواكب توقف الوقت، لازمت، خدت بالك؟ زي الوقت وزي النسبة، زي الملكية. المسطرة دي ملكي، العلاقة بيني وبين المسطرة دي عرض، عرقة الملكية. هل الملكية دي جسم؟ هل جوهر؟ لا جوهر ولا جسم، ملكية. النسبة زيد طويل أزرق، زيد الطويل الأزرق ابن مالكي، كان بالأمس متكي بيده غصن في بيته بيده بالأمس كان متكي في بيته بيده غصن فالتواه فالتوى. لواه فالتوى، عملوها بالشعر يعني عشان يبين لك ان الأعراض تسعة، الأعراض تسعة، واخد بالك ازاي؟ هي تسع، الحقائق كلها تسع، واخد بالك؟ زيد اللي هو الجسم، الطويل الصفة، مش كده برضو؟ عرض اهو صفة، تبقى عرض. الطول الأنهق يعني لونه، يبقى اللون عرض، مش كده برضو؟ بالأمس الزمن، كان ابن مالكي اللي هي النسبة، بالأمس الزمان في بيته المكان، كان متكي هيئته الهيئة، كل دي أعراض. بيده يبقى التملك، غصن لواه الفعل، فالتوى الانفعال، مش كده برضو؟ فيبقى التسع موجودات، عملوها كده بالشعر زمان، واخد بقى عشان تعرفها تحفظها. يبقى عندك الجسم ويسويه الجوهر لان الاثنين ليهم كتله، وبعدين بعد كده الطول والنسبه واللون والملكيه والزمن والمكان والهيئه والفعل والانفعال، تحفظها كده سهله بقى طالما حفظت الشهاده. يبقى الاعراض دي كلها موجودات لكنها وجودها ضعيف، تحتاج لمكان تظهر فيه، دي الاعراض. الظل عرض لكنه موجود، مش عدم. الظل عرض يحتاج لمكان يظهر فيه، واضح؟ فهو أمر وجودي وليس أمر عدمي، افهم الحتة دي، أمر وجودي وليس أمر عدمي. الكلام ده لأن في بعض الفلاسفة قالوا إن الظل عدم، عدم الشمس، فإحنا بنرد على الفلاسفة أهل السنة، أصلهم أقوياء، ردوا على جميع الفلاسفة وترهاتهم وضبطوا المذهب بتاعهم مظبوط منضبط، صار منضبطا بعد ذلك. فبيقول لك ايه؟ وليس الظل عدم الشمس كما قد يتوهم. الا ترى ان في الجنه ظلا كما في القران والسنه مع انه لا شمس فيها؟ وصح ان اخر اهل الجنه دخولا اذا راى شجره طلب القرب منها يستظل به ليحصل له روح وراحه. بل الظل بقى مش امر عدمي، بل هو امر وجودي، اي عرفا تكتب كده وجودي عرض، لأن الوجود إما جسم أو جوهر أو عرض، يبقى ده عرض. والمراد به خيال الشيء لأنه وجودي كما تقرر. وقوله يخلق الله تعالى لنفع البدن، أي بدفع ألم الحر عنه مثلا،
وقوله وغيره أي كالفواكه، يعني ربك بيخلق الظل علشان تنتفع به الأبدان وتنتفع به الفواكه، في فواكه لا تثمر إلا وقت الظل، ولا تصفر ولا تحمر إلا وقت الظل. ونقف على وقت العصر، وما يستوي الإيه؟ الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، لأن الحرور هو الجسم والظل العرض، مش كده؟ والجسم أقوى من العرض، الجسم أقوى من العرض في الوجود، مش كده برضو؟ أني أقوى الجسم ولا الظل؟ الاثنين وجوديان، الجسم أقوى، مش كده برضو؟ أيوة صح. لحظة بس، لحظة، احنا عايزين بس نقول حاجة، احنا خلصنا الدرس واقفين على العصر، احنا لما بنشوف الوقت، لحظة واحدة، انا عايز اجيب لك حاجة ترد بيها على الوهابية من المعنى اللي قلناها، عشان تعرف ان هم بيقولوا كلام فيه ضلال، لانهم جهلة مش درسين الحاجات اللي بنقولها لك دي، جهلة فعلا، لا يدرسونها ولا يعرفونها، ويعتبرون ان المنطق وان دراسة المنطق واصول الفقه دي كلها طواغيت، عشان بتبين جهلهم، لما يدرسوها بتبين جهلهم، ما بيفهموهاش، يجي يقراها ما يفهمهاش، يقول لك جهل، اي حاجه ما يفهمهاش يبقى جهل، ليه؟ لان هو علمك كتير، ففي الاخر يبقى ماشي ابو جهل، دي مشكلته. احنا بنقول دلوقتي الظل عرض، والجسم والحرور جسم، والجسم اقوى من العرض، والاثنين وجوديان، كويس؟ طيب الصالح جسم، العبد الصالح جسم، والعمل الصالح عرض، مش كده برضو؟ والانتفاع بالعمل الصالح جائز بالإجماع، فيكون بالصالح من باب أولى، لأنه جسم أقوى من عمله، لأن العمل يصدر منه، فالمصدر يبقى أقوى. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده يقول لك لا يجوز أن تنتفع بالصالح، ولكن تنتفع بعمله في حال حياته بالدعاء فقط، أما بعد وفاته فلا. شفت بقى الضلال؟ شفت الضلال بتاعه؟ فصار عنده العرض أقوى من الجسم، وهذا مخالف لما عليه بدهيات العقول، فالنبي أقوى من عمله، النبي صلى الله عليه وسلم كده ذاته أقوى من عمله، وعمل النبي أفضل الأعمال، فيجوز الانتفاع بالنبي بذاته، ويجوز الانتفاع بعمل النبي، وإذا خيرنا فالنبي أقوى من العمل، لأنه يصدر منه العمل، مش كده برضو؟ وعلى شكرة تيجي تقول لهم نزور النبي واخد بالك، فيقول لك لا ينتفع به بعد وفاته، ثم هو اللي ينتفع به، يقول لك بأعماله وشريعته. شفت العك بتاعهم؟ شفت العك بقى بتاعهم واقع ازاي؟ مش فاهمين. جعلوا العرض أقوى من الجسم. فهمت المسألة بقى؟ أنا كنت عايز بس أبرهنك إن دراسة مثل هذه الأشياء مهمة في الرد على الفرق الضالة والفرق الزائغة، عشان تعرف الفرق الكبير. أنت دلوقتي أبوك كده وهو قاعد معاك أقوى ولا رصيده اللي في البنك؟ أبوك أحسن ولا رصيده اللي في البنك؟ لو خسر رصيده اللي في البنك مش هيفضل أبوك برضو؟ يبقى هو أقوى من رصيده وأقوى من ملكه، مش كده برضو؟ يبقى الأب كده في حد ذاته أقوى من أي حاجة تانية. يبقى النبي كده في حد ذاته كده هو صلى الله عليه وسلم أقوى من أي حاجة تانية. عشان كده الناس كلها يوم الأيام هتعمل إيه؟ هيقولوا عملي، ده الأنبياء نفسهم هيقولوا نفسي، ويجي ويروحوا للرسول ويدلون على النبي، يقوم النبي يقول إيه؟ أنا لها. طب وهم مشركين يوم القيامة، بعد ما هو يوم القيامة فيه شرك أصلا، ده كل أهل القيامة موحدين، حتى فرعون وأبو جهل موحد، لأنه خلاص آمنوا وعرفوا الحق ظهر. فيبقوا الوقت لما يلجأوا للنبي يوم القيامة لجأوا إلى غير الله مشركين، أيهما أولى، يوم القيامة ولا في الدنيا؟ في الدنيا من باب أولى، لأن الدنيا دنيئة، ويوم القيامة أعلى وأعظم من الدنيا، لأنه بداية الآخرة، والآخرة خير وأبقى. فإذا كان في الدنيا الدنيئة التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، مش عايز تخلي لنبيك قيمة، والنبي ثبتت قيمته فيما هو أعلى،
تبقى أنت إنسان مش فاهم حاجة. أبسط ما يقال إن هذا الإنسان مش فاهم حاجة خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له السيادة في الآخرة، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني من باب أولى في الدنيا. يعني النبي ليه ما بيقولش في الدنيا؟ لأن أنت تفهمها، لأن بيكلم ناس بتفهم. يوم القيامة أول الآخرة، والآخرة خير وأبقى، يبقى في الدنيا سيد الخلق برضه. طب وفي البرزخ بين الدنيا ويوم القيامة مش هيبقى سيد الخلق؟ ما زال سيد الخلق، يبقى ما زال سيد الخلق، لأن أول ما نزل الآخرة القبر، مش كده برضه؟ لكن الوهابية لا، ده بيتباهوا إن هم يقعدوا بالعشرين سنة ما يزوروش النبي. يقول لك أنا بقالي 20 سنة في المدينة بصلي في المسجد النبوي وما زرتش القبر النبي. بيتباهوا، ورأيت من تباهى بهذا منهم. شفت قد إيه بقى؟ ليه؟ لأن انقطعت علاقتهم بالنبي، لأنهم اعتبروا أن العرض أقوى من الجسم، مش دارسين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. ايوه، ما هو النبي الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله اعلم حيث يجعل رسالته. ده الرساله ربنا سبحانه وتعالى جعلها في هذا الوعاء العالي، ولولا نفاسته ما ظهرت رسالته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ده ربنا سبحانه وتعالى سمى النبي، قال في سيدنا ابراهيم ان ابراهيم كان امه، ابراهيم امه. والنبي لما وزنوا قلبه بمئة رجح، فقال له سيدنا جبريل ايه؟ قال له دعه، فانك لو وزنته بكل امته بالناس اجمعين لا رجح. يبقى النبي يزن الناس كلها اجمعين، هو مراد الله من خلقه. الرسالة المقصود منها الوصول الى الله ومعرفة الله، فاذا كانت معرفة الله كملت في هذا الشخص، يبقى هذا الشخص هو اعلى الاشخاص، وهذا الجسم هو اعلى الاجسام. ده امر لا شك فيه. طيب صلى الله عليه وسلم، لان الله نبأه وارسله، ما هو جاءت الاثنين اصل مجتمعان، الاثنين مجتمعان لا تفرق بينهم حتى تضل، الفصل بينهما ضلال. ايوه ده فصل في الذهن، لكن في الواقع لا، فلا فاصل، الاثنين مجتمعان اصله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون نبي إلا بالرسالة، والرسالة لا تكون إلا بنبي، لولا الواسطة لذهب المنصوب، مش كده برضو؟ يبقى لولا الواسطة اللي هو النبي لذهبت النبوة، ولولا الرسول لذهبت الرسالة. فالحكاية مجتمعان، كلاهما معتمد على الآخر، فلا تفصل بينهما ولا ذهنا حتى. هي دي الحكاية كلها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.